برعاية رئيس تحالف عزم الشيخ قميس الخنجر وبإشراف المرشح في التحالف حسن الجبوري. تتواصل عمليات حفر الآبار الارتوازية في القرى التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى بعد انقطاع المياه عن تلك المناطق منذ فترة طويلة. وأكد المرشح في تحالف عزم حسن الجبوري أن تلك الخطوة تأتي لمساعدة الأهالي في قرى قضاء خانقين لتوفير مياه الشرب وسقاية الأراضي الزراعية، مضيفا أن تحالف عزم مستمر بتلبية احتياجات أهالي ديالى. بدورهم أثنى الأهالي والوجهاء في قضاء خانقين على مبادرة تحالف عزم وجهود المرشح حسن الجبوري. اليوم برعاية كريمة من قبل الشيخ قميس الخنجر تمت المباشرة بحفر الآبار المخصصة لقضاء خانقين. طبعا الهدف من هذه المبادرة هو معالجة شحة المياه المتوفرة في المحافظة. احنا دائما ان شاء الله راح تكون ابوابنا مفتوحة لمساعدة الاهالي في جميع القضايا وليست في قضية شحة المياه فقط. نشكر الاستاذ قميس الخنجر واشراف ابو فارس المحترم لأنه حفر النبير للمدرسة، مدرسة السيدة لانا الابتدائية، وهذا الشيء اللي نعاني منه احنا كنا.